انا ها لابسين جلابيه صداقه ووديتوا الادو جوا بيتكم غننتوا عشان يجي يدمر السودان ايش يجي يدمر اهل السودان ويدمر السودان تيجي تتكلم والله يا كاكا احنا زعلانين منكم اكثر من الجنجو الجنجو ده ما معروفين ده اعدانا ده من يومهم اعدانا ده من يومهم سلحوهم عشان يجونا نحن ده ما معروفين ده خلاص ده ما معروفين لكن انتوا يا كاكا انت وناسك انت وزمرتك اصلا لا احنا زعلانين منكم اكثر من الجنجو معقوله يا اخي في نهايه الدنيا يا اخي انتوا يا اخي سيبك من باقي الناس انا بتكلم انتوا احنا قاعدين اهلكم الزغاول قاعدين في السودان ما عملنا لكم الا الخير والله انت لا الكرسي اللي قاعد فوق ده والله كان ما زغاول السودان ده والله ما طول بال وعدك شباب انا بقولها بالوعد كده زمن الدسدس والغطغطة انتهى ما في مجامله انا بقولها بالوعد انا بتكلم بوضوح يا زول انا اتمردت خلاص انا متمرد سموني متمرد لا بارب لك قيود لا بارب لك شغل اهل لا بارب لك زفت الطين انا بعرف القضيه بس شفت انا بعرف السودان انا بعرف القضيه السودانيه انا بعرف اهلي دي انا بعرف انا داير خير لاهلي ما في اي سمه دسدس ما فيها كان حاجه بتكلموها تهت ما في زغاوب بتاع السودان اللي انتوا هسه جيحتوا الادوى عشان يجي يدمرنا ويستلم اراضينا في دار زغاوة والما يخلي فينا دول الخطه اللي انتوا عاملينها في ناس في امجرس عشان الناس اللي يجوا هنا ينفذوا الخطه في السودان والله والله ده ما عملوا لكم الا خير يا كان كرسي اللي انت قاعد فوق ده والله اقسم بالله كرسي اللي انت قاعد فوق ده بفضل الناس دي بفضل اهلك الزغاوة اللي قاعدين في السودان ده الوضع كده يا شيخنا يا شباب وضع ده زيه ما في ادريس دي بدا يتحرك من وين عشان يستلم صورة الانفس دي كانت قاعدة وين الصورة دي قاعدة وين كانت ادريس دي بدا قاعد وين ادريس دي بدا ما يتحرك من السودان عشان يمشي يسجد في سنهابري في مجمينة السودان قاعد وين السودان كان قاعد في شمالية قاعد في كادوغلي قاعد في دمازين قاعد في كسرة ما قاعد في دار زغاوة قاعد في مناطق احرق الزغاوة دي ما قاعد في ناب قاعد في دار زغاوة ما قاعد في كتب قاعد في شمال كتب ما قاعد في أمبرو وقاعد في ورشي وأنا بجي ودور وفراوية وكورنويا وطينة وقاعد في قاعد في أم هراس وقاعد في المناطق دي دب ده ما يتحرك من المناطق ده ماشي سقط في زنابري سقط في زنابري من وين؟ ما سقط سقط في زنابري ما زغا بتاع السودان ده ما باسم القبيلة درس دب ده لما جرى جا هنا المناطق دي جا لشنيع ما جاء عشان يحتوي باهله ديل اهل الزغاوة القاعدين هنا في السودان ديل بواضح كده عشان واضح انا بقول لكم بواضح ما في اي مجامله ثانيه والله ما في اي مجامله ما كان يمشي وين ما يمشي شماليه ما يمشي جزيره ما يمشي ما ما ما, ما, ما يمشي كسل ما له ماشي قاعد هناك في مناطق اهل الزغاوة ديل ودرت دي بدك ما زغاوة السودان ديل تقعد حسين هبري ده بسقط ادريس دي كان بيسقط حسين هبري ده لو ما زغاوة بتاع السودان ديل والله ما يسقط غنمايا زغاو السودان ده هم اللي سجدوا في سنابري 900 ألف ماتوا في ناس شفتها في صورة أنفاس عشان أدريس دي بيمشي يخش جمعنا هناك يسجد في سنابري ويقعد في الكرسي الليلة انتوا دارين ترجوا لنا خير ببنية ها يا كاكا انتوا الليلة انتوا نسيتوا خير اللي احنا عملنا لكم ولا شنو ها تتكلموا انتوا دارين جبتوا جنجويد دخلتوا جنجويد جوا بيتكم عشان يجي جنجويد اللي يجوا يدمرونا هنا في الدارفور وفي السودان ها انتوا عارفين جنجويد العدو من هنا ده تتكلموا انا هنا عملنا لكم الا خير يا زول يا زغاوي بتاع انت شادل واي زمن الدسدس والغطغطة انتهى والله اقسم بالله زمن الدسدس والغطغطة انتهى والله يعني انتوا ها وساتو انتو انا هنا غير كما شفت كما شغل ده ما هو الموضوع ده موضوع دي افريقي انا هنا قاعدين هنا افريقيا هوي دي افريقيا موضوع اهل اهل ده موضوع ده هذول ده شغال 100% جنجوي ده لازم بموت في الخرطوم ده بتاع ثورة بتاع معارضة التشادية ده جايين هنا في الخرطوم قاعدين بيدافعوا لهم انتري بياتوا اسلوب بياتوا مبدا بمبدا القبائل دي افريقيا يا زول الناس دي كلها تحتوي بقبائلها والناس دي كلها قاعدة تمشي مع قبائلها هو ما في اسرار يا زول ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحسبكم به الله كل الاشياء معروفه حتى مخفيه من الدين نزلت الله في الارض يا زول هوي ما في شيء اسرار ما تفتكروا انه في حاجه سر يا زول كل الحاجات دي معروفه انتوا قايلين في حاجات اسرار في حاجات مدفونه انتوا قايلين ما في حاجه مدفونه يا زول الليلة جايبين لنا جنجويد من امجرس عشان يدمرونا هنا ينتهوا مننا
أنا هنا عملنا لكم إلا خير يا أحمد كاك، أنا هنا صاحبت عن السودان ده ما عملنا لكم إلا الخير، وأنت لو ما ديل ما تقعد في كرسي ليوم الدين. والله سينابري، والله لو ما صاحبت عن السودان ده والله والله سينابري ده يحكم 60 سنة والله. والله يخلي السلطة ده إلا بعد ما يقع عجوز يموت والله. كلموا سعيد رشيد ولا لا؟ جايبين لنا جنجاوي من جوا بيتكم؟ وبعدين 2008 نسيتوا ولا شنو انتوا؟ 2008 ده معارضة شفت عمر بشير ده لما ظبط المعارضة التشادية شفت معارضة ده ما دخل ليه مجمعنا جوا هنا؟ المعارضة التشادية ده ما دخلت جوا مجمعنا هناك ما باقي من القصر إلا 3 كيلو ولا 50 كيلو ولا 50 متر. ناس الجوت ما الناس الجوت طردوا لك المعارضة من مجمعنا من حركات دي. انتوا قايلين حاجات دي اسرار ولا شنو؟ ما في سر يا زول، حاجات دي كلها معروف. حركات السودانيه دي ما قامت من دارفور ده ما دخلوا في امجمان عشان يطردوا المعارضه من جوا امجمان. انتوا قايلين حاجات دي اسرار؟ ما في اسرار يا زول. بياتوا فهم، بياتوا فهم يعني. حركات دي جات بياتوا فهم، فهم كبير اهلكم منكم وفيهم عشان كده جوكم انقذوكم. خلوا شفت حركات اللي ما جت دخلت 2008 معارضه تشديده ما سقت دبي وسقت حنان دبي ذاته. تتكلم مساجد انا هنا ما عملنا لكم الا الخير يا زول. انتوا لا لا تتكلموا، انتوا ده تجيبوا لنا جنجويد من جوا بيتكم عشان جنجويد يطلوا سليب ابو حنا؟ ها؟ معارضه دي دخلت جوا مجمنا. انا بديكم زيت الزيت، انتوا قايلين حاجات دي اسرار ولا شنو؟ معارضه دي ما دخلت جوا هنا. دبي استنقص بمنو استنجد بمنو ما استنجد بالناس مني ده ما استنجد بالحركات ده دخلوا جوا هناك ما طردوهم ذاك المعرض ده ما طردوهم بيعطوا فهم ما بيفهم اهل اهل لا انتوا عاملين فيها اهلنا تجيبوا لنا ادو من جوا بيتكم طلع مساجد ولا شنو؟ يا شيخنا وي يا زول وي انا هنا والله تعالى والله ما مني جامل والله والله ما والله ما مني جامل والله ما مني جامل اقسم بالله ما مني جامل يا اخي زغاب تاع السودان ده ما عمل لكم الا خير اهلكم دي دبي ده لما مات ما نازل اجروا طياره خاصه طياره خاصه من السودان هنا طياره خاصه من السودان طياره خاصه من السودان بقروش ما اجروا طياره خاصه عشان يمشوا يدفنوا دبي في امجرس الليله يجيبوا لنا جنجوت من جوا امجرس عشان يعملوا لنا مصايب ويعملوا لنا مشاكل كلام فارغ ساكت ناس قامت بطياره خاصة اجرت طياره خاصة من قروش من حسابها الخاص دب لما مات ناس داقين 1000 خيمه في السودان شغل اهل اهل بس الليله انتوا جايبين لنا جنجود من هناك عشان جنجود يدمرونا هنا جايبين لنا جنجود من 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 امجرس وتيجي تتكلم عنه ناس اهل 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 شنو يا زول انت ما داير لي خير انت داير تدمرني انا تتكلم عن اهل وانا هنا ما عملنا لكم لاقين منكم شنو يعني انا لاقين من انا لاقين من تشات شنو يعني انا كسوداني لاقين من تشات شنو كلموا لنا بس يا اخي هوي هوي والله وادة ده ما فاد يا شيخ نوي هوي وادة ده ما فاد والله والله يا تمشي ما جنجوتكم يا تمشي معنا والله ما في اثنين والله انا كلامنا ده وادة يا شيخ نوي